كابتن خالد نروح للنادي الاهلي ومشوار الدوري، او هنتكلم على الدوري بصفه عامه. يمكن مباريات الدوري حضرتك بتبص في الجدول حاسس ان في حاجه غريبه، بتبص لي وتضحك. في بعض هاخد من حضرتك، يمكن دايما نادي الاسماعيلي هو علامه الاستفهام الموجوده في الدوري المصري دلوقتي او في ترتيب الدوري المصري. كان في طبعا قياده فنيه جديده للكابتن ايهاب جلال بعد انتقاله من نادي المقصه لنادي الاسماعيلي، بيقابل نادي سيراميكا. المباراه في النهايه 2-1، يمكن نادي الاسماعيلي كان متقدم بهدف لكن قدر سيراميكا يمكن يفوز بالمباراه ديت في الاسماعيليه 2-1. شايف نادي الاسماعيلي مع الكابتن ايهاب جلال، هل ان شاء الله وكلنا نتمنى ان يخرج من عنق الزجاجه ويبقى نادي الاسماعيلي طبعا الاسم الكبير في الدوري، ولا هيكون في صعوبات لتحقيق هذا الهدف؟ يعني انا يمكن كنت معاكم في حلقه قبل كده قلنا الحصان الاسود سيراميكا كيلوباترا، فرقه كويسه بتلعب كوره كويسه، لان هي جابت صفقات كويسه، لعيبه مؤثرين مهاريين، فعاملين فرق قدام كل الفرق. بالنسبه للنادي الاسماعيلي انا مش عايز يعني ايه، النادي الاسماعيلي بيدفع، يعني انا هقول كلمتين هلخص اللي حصل في نادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بيدفع ضريبه اللعيبه دون المستوى الصفقات اللي جابها بدءا من بدايه الموسم، وهيتحملها اي مدير فني هيجي يمسك فرقه الاسماعيلي. يعني هيكونوا ضحايا، كله هيبقى ضحايا. بمعنى ايه؟ ان نادي الاسماعيلي لو هو عايز يبقى يأدي بشكل كويس ويعمل نتائج كويسه ترضي جماهيره وتفرح جماهيره، لان النادي الاسماعيلي مش نادي صغير، هو بيدفع ثمن ان لعيبه جت نادي الاسماعيلي مش على المستوى اللي هي تقدر توصل بطموح نادي الجماهير بتاع نادي الاسماعيلي توصلهم لبر الامان. بس في نفس الوقت يا كابتن خالد، اي مدير فني بيقبل انه يتحمل المسؤوليه هتحمل في ظل الظروف الصعبه دي اللي بيمر بها النادي الاسماعيلي وغيره، يعني لازم يكون فاهم الجزئيه دي وفاهم ان هو يعني ما ينفعش يضحي. يعني كابتن ايهاب جلال النهارده ضحيه؟ هيبقى ضحيه زي اللي قبليه. كم مدرب مشي من النادي الاسماعيلي من اول السنه؟ لا كتير. بتتكلم في اربع خمس مدربين. اربع خمس مدربين. مين اللي ثابت اللي ما بيتغيرش؟ اللعيبه والمدربين بتيجي وتمشي. مش هتغير صعب. انت في موسم ما هم اللعيبه اللي معاك بتاع النادي الاسماعيلي السنه دي ان هو يقعد في الدوري، مش يبقى بقى مركز للاسف ما بين قوسين. للاسف للاسف طبعا. بس اصل ساعات الواحد بيسمع ايه، يعني ايهاب مثلا قبل ما يمسك الفرقه كان عنده 7-8 ايام او 10 ايام يقدر يشتغل فيهم. التصريحات في الوقت ده قبل بدايه ال 10 ايام ما كانتش زي دلوقتي. صحيح. يعني انا شفت ايهاب طبعا، يعني اخويا الصغير ومدرب هايل ولكن كل مرحله لازم تتقاس كويس. ايهاب من 10 ايام كانت تصريحاته لا الدنيا هتمشي كويس وهنرجع امبارح انا شفت له بعد المباراه اللي خسرها من سيراميكا بيتكلم على ان اللعيب في لعيبه مش هتلعب لان مش هتقدر تأدي ومش هتقدر تبقى كويسه ومش هتقدر تلبي طموحات جماهير نادي الاسماعيلي. ما دي باينه من الاول، هي باينه من الاول، فربنا يكون في عونهم ويقدروا ان السنه دي الاسماعيلي يبقى موجود في الدوري. ده حال كل الانديه الشعبيه برضو، يعني ان عناصرها ما بتساعدش المدير الفني على انه يوصل بالاداء بالشكل المناسب او المطلوب. هي بيئه امكانيات ماليه، في فلوس هتجيبي لعيبه وماشي تقدر تساعد اي مدير فني ان هو يقدر يشتغل ويقدر ينجح، لان هو الاساس اللعيبه. احنا يعني مهنه كره القدم دي الاساس المدير الفني، يعني اجيب مدير فني وما اجيبلوش لعيبه، ولا الاساس اللعيبه اللاعب رقم واحد بس. اللي عندي لعيبه كويسه اجيب لها مدير فني كويس يقدر يلبي طموحات بقى ويديني بقى شغل كويس جدا. انما لو القماشه يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح. دي لعيبه نادي الاسماعيلي، يعني امبارح السردباك اللي جابوه وسام، مش عايز اكلم بس يعني جابوا سردباك الصحراوي ده دخل عمل بينالتي، يعني انا في ثانيه يعني طب ما دي امكانيات لعيبه. انا اخش انا راجل مدافع وجوه ال 18 اول حاجه طبعا، والكابتن هاني ادرى مني بالحته دي، التايمنج بتاعي امتى اخش وامتى ما اخش، امتى حلق وامتى ما مدش رجلي. انما لما مد رجلي في توقيت غلط بينالتي.
ما هي دي يا كابتن خلي بالك برضه بينالتي وخسروا يعني تك تك كانوا كسبانين حتى هم مش حاسين ازاي يطلعوا بالماتش ببر الامان هم جوه عارف برضه يا كابتن هناقش حضرتك فيها ممكن يكون قماشه اللعيبه يعني مش بحجم نادي الاسماعيلي لكن قادرين انا في رايي ان هم قادرين ان يخرجوا من الحته ديت بقياده كابتن ايهاب جلال يقعدوا وبعدين ان شاء الله باذن الله الاسماعيلي يقعد قصه ثانيه بقى السنه الجايه يبدا بالزبط. السنه الجايه يا ابني على مستوى على مستوى برضو الانديه الشعبيه وانديه القناه عندنا فريق المصري ما شاء الله المصري ماشي بشكل عالي ماهر عامل مباريات جيده بيكسب طلائع الجيش ودلوقتي المصري بدا يخش في المربع الذهبي طموحاته بدات تزيد شايف نادي المصري ازاي مع علي ماهر علي ماهر عمل شغل كويس جدا مع فرقه المصري اتوفر له الاستقرار يعني علي من اول الموسم مع الفرقه فتره اعداده واللعيبه معاه وهو حفظهم وابتدى يوظفهم بشكل صحيح. كويس جدا واللعيبه مساعداه روح قتاليه على اعلى مستوى بكميه الجهد اللي بيبذلوها خلال الماتشات على اعلى مستوى وبتنفذ فكره فقدر يوصل للترتيب ده وهو عامل من وجهه نظري عامل شغل كويس جدا علي ماهر يستحق ان التحيه عليه من جماهير النادي المصري ومن اداره النادي المصري طيب على الجانب الاخر طلائع الجيش كمان كان بيمر بمراحل متعدده خلال السيزون دوت يمكن عبد الحميد بسوي كابتن عبد الحميد بسويني لما جه عدل الدفه بيأدي بشكل اكتر من رائع لكن كمان النتائج مش مستعده قوي يعني طلائع الجيش كمان يعتبر من في المركز ال 16 15 او طلائع الجيش 15 فمكان برضو لا يليق باسم طلائع الجيش شايف برضو طلائع الجيش ازاي في مشوار الدوري من خلال الدور الثاني يعني من خلال المباريات المتبقيه يعني برضو طلائع الجيش بس طلائع الجيش عنده فرصه ان هو يرجع تاني ويبقى كويس لان امكانيات اللعيبه تساعد على كده بس صحيح. برضو طلائع الجيش وصل لمرحله ودي كان سببها بدايه الدوري البدايات دايما البدايات كانت بدايات مهمه جدا يا اما تحطك على الطريق المظبوط يا اما تخليك تتخبط فمثلا طلائع الجيش لعب 17 مباراه بكام نقطه ب 51 نقطه واخد 14 بونت يعني دي حاجه صعبه جدا يعني حاجه يعني انا دايما بقيسها كده بشوف هو لعب قد ايه صحيح. عدد النقاط قد ايه اخد كام فمن 51 نقطه 14 بونت في حاجه مش مظبوطه لان انا من وجهه نظري برضو الفنيه انا بتكلم فنيا لا عندهم لعيبه تقدر تعمل نتائج احسن من كده بكتير فالبركه بقى في عبد الحميد بسيوني ان هو يشد حيله معاهم وهو مدرب كويس جدا والبدايات اثرت على فرقه طلائع الجيش بشكل كبير جدا طب حضرتك اتكلمت عن سيراميكا والسيراميكا صاعد يعني حديثا للدوري الممتاز كمان من غزل المحله والبنك الاهلي كابتن خالد جدالة بقى يعني قيمت الفرق الصاعده للدوري الممتاز يعني لحد دلوقتي ازاي لا يعني ماشيين بشكل كويس البنك الاهلي غزل المحله في البنك الاهلي في المركز ال 14 وخلينا غزل المحله في المركز العاشر عنده 22 نقطه من 16 مباراه وده طبعا من ناحيه ترتيب طبعا ترتيب كويس جدا بالنسبه له ولكن يعني من ناحيه برضه حصد النقاط هو قليل ولكن من ناحيه الترتيب لا واصلين لمرتبه المركز العاشر بس لازم يكملوا بخطى ثابته يعني لازم يكسبوا عشان يقدروا يوصلوا لان لو ما كسبوش هتلاقي فرق بتعديهم صحيح لان فرق النقاط ما بين الفرق مش كبير في الحتت دي يعني من 22 المركز ال 11 21 و17 بسم الله ال 12 المركز ال 12 17 نقطه المركز ال 13 16 نقطه فبينهم ماتش او ماتشين فممكن متقاربين في عدد النقاط اي مباراه تفرق جدا واي بالزبط. مكسب بياخد الفرقه يمكن 3 4 مراكز لقدام فدايما عندي برضو علامات استفهام مثلا على الفرق اللي كان ليها يمكن شكل كويس جدا السنه اللي فاتت هتكلم على فرقتين المقاولين والانتاج الحربي المقاولين برضو من نفس كان مش مشاكل بقى اداريه بنتكلم على مشاكل اخرى كورونا دخل في مشكله كبيره استعاده الثقه للاعبين بدات من مباراه للتانيه تقل وبالتالي كان النتائج قليله شايف برضو مشوار المقاولين ازاي مع كابتن عماد النحاس والجانب الاخر كمان الانتاج الحربي اللي يمكن هيلاعب يمكن سيراميكا المباراه اللي جاي كمان موقف صعب جدا للانتاج الحربي يعني بالنسبه للمقاولين العرب استقرار فني موجود كابتن عماد موجود من السنه اللي فاتت موجود صحيح. يمكن في حاجه جدت دايما الواحد بيدور ايه اللي جد طب هم السنه اللي فاتت كانوا كويسين قوي السنه دي مش كويسين خالص. طب ايه اللي جد في لعيبه مشيت يعني سيف الجزيري ده مشي وطاهر محمد طاهر مشي
خد بالك ممكن مشيان اللعيبه ده ممكن ياثر فنيا وياثر في ذهن في اذهان اللعيبه اللي موجوده اللي بتلعب، يعني اللعيبه اللي موجوده في في, في نادي المقاولين يقعدوا يفكروا. ده حصل يعني، ده حصل ممكن يكون حصل، لان المدرب زي ما هو ما هو باختلاف ما احنا لما بنقارن بين الموسمين يبقى معناه انه حصل. ده من الاسباب اكيد اسباب اداريه داخل الفرقه ممكن احنا ما نكونش عارفينها، يعني في حاجه مش مظبوطه. في ازمه ثقه، تقدر تقول ازمه ثقه، يعني لما يكون في 2 3 لعيبه كويسه وحضرتك بتتكلم اللعيبه نفسها في الملعب بتحس وجود طاهر كان مؤثر، بتتكلم طبعًا. على كان سيف الجزيري، سيف الجزيري كان مؤثر طبعًا. وبالتالي هل هي عدم ثقه ولا امكانيات ما جبناش لعيبه بنفس المستوى وبالتالي النتائج زي ما انت قلت يا كابتن هاني ما جبناش لعيبه بنفس المستوى يعوضوا اللي حصل. فهي دي عملت دروب بالنسبه للنادي المقاولين، بس برضو هم قادرين ان هم يرجعوا لان يعني كابتن عماد برضو من المدربين الممتازين. النادي المقاولين نادي مستقر ماليا واداريا وكل حاجه ومنشات وكل حاجه، فما عندهمش سبب ان هم يبقوا في المركز ده، فانا اتمنى ان هم باذن الله يعدلوا من مركزه. ممكن بكره يحصل ده، عندهم ماتش مهم قدام الاتحاد. ماتش صعب. الاتحاد السكندري فرقه كويسه، والماتشات دي يعني هو 50-50، يعني الاتحاد 50 يعني ممكن الاتحاد يكسب ممكن المقاولين يكسب، بس المقاولين لو في حالته يعني لو ظهر بحاله كويسه، لان فرقه الاتحاد برضو حسام حسن عامل شغل كويس جدا معاهم، عندهم فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسه، فانا اتوقع ان الماتش هيبقى فيه تكافؤ جامد جدا. يعني اتكلمنا عن انديه كتير، مين المدير الفني اللي لافت نظر كابتن خالد جدله لحد دلوقتي في الدوري؟ موسيماني. لا بخلاف موسيماني، لا مش بنتكلم عن الاهلي، بنتكلم عن الدوري بخلاف الاهلي. انا حبيت ارقصك واطلع من السؤال بتاعك ترجعيني تاني. طيب ماشي، مدرب تاني غير موسيماني؟ ما اتكلمش عن موسيماني. طيب انا هقول حسام حسن وعلي ماهر. حسام حسن وعلي ماهر وهيثم شعبان. هيثم شعبان برافو عليك، كنت لسه هقول لك تبع سيراميكا بالظبط. كابتن حلمي طولان بيأدي أدوار رائعة كمان مع إنبي. إنبي برضو في فترات كتيرة كان بيمر بأزمة، أعتقد دايما كابتن الاستقرار دايما الإعلان الكبير الاستقرار طبعا. الاستقرار الإداري والاستقرار الفني من خلال تثبيت مدرب. كابتن حلمي طولان كمان مع نادي إنبي عامل نتائج رائعة، ما فيش يعني بالراحة كده ماشي بالراحة. يمكن لو بصينا الجدول الترتيب يمكن إنبي دلوقتي في المركز السابع عنده 24 نقطة. يعني لو بتتكلم على بيراميدز عندها 25 نقطة، فالفارق في الإمكانيات بالنسبة للعيبة وبالنسبة للإمكانيات المالية لو بتتكلم على إنبي مقارنة مثلا في بيراميدز، لا كمان إنبي من الفرق اللي ظهر السنة دي بمستوى بشكل مستقر كويس. مستوى مستقر يعني. طبعا طبعا يعني بيأدوا بشكل كويس، والكابتن حلمي أصله من المدربين اللي هم القدام الخبرات الكبيرة. أنا عشان كده يعني ما قلتش هو، انا قلت علي ماهر، الناس اللي لسه الصغيرين اللي عايزين يعني نزق فيهم يبقوا بشكل كويس. انما الكابتن حلمي لا، مدرب متمرس وعنده خبره صحيح. كبيره ومدرب كبير وماشي مع انبي بشكل كويس جدا صحيح. وبرده هو من النقب، يعني هو عمل حاجه وما جابوا راس حربة على فكره هايل، يعني هو عندهم راس حربة في انبي النيجيري هايل كويس. من احسن الفراوده اللي موجودين على مستوى الدوري الممتاز. مستوى بمناسبه بقى المحترفين، هاخدك ملف مختلف شويه نروح للمحترفين. أيوة. ويمكن في الانترو النهارده اتكلمنا كل محترفينا ما شاء الله ماشيين بشكل كويس، لكن تريزيجيه النهارده بيعمل ربع ساعه رائعه، يعني الفرقه مغلوبه من فولهام 1-0، استون فيلا بتعاني، تريزيجيه قاعد على الدكه ما شاء الله بينزل في دقيقه في 3 دقائق بيحرز هدفين والفرقه بتكسب 3-1. تريزيجيه في وقت من الاوقات كان فعلا مظلوم اعلاميا. تريزيجيه الناس بتتكلم طبعا على صلاح حتى احرز ضربه الجزاء للوصول لكاس العالم، بس كان السبب في هذه ضربه الجزاء كان تريزيجيه. بالظبط. شايف ان مشوار تريزيجيه ازاي، وهل شايف ان تريزيجيه اعلاميا شويه الاضواء يعني مش متسلطه عليه بشكل يليق باللي بيعمله؟ طبعا لا، يعني هو المفروض الاعلام يركز على تريزيجيه بشكل اكبر، لان هو لعيب كويس وبيادي مردود هايل زي ما قلت في ماتش النهارده، جايب جونين وقاعد بره، ده بيدي لك برده رؤيه ان هو قاعد بره مركز. يعني مش قاعد بره زعلان، ده مركز في الماتش ومركز في الفرقه اللي هينزل يلعب قدامها ومركز في مكانه، نزل وربنا وفقه وقدر يحرز هدفين. فانا اتمنى ان الاعلام يدي له حقه
شويه، لان برضو الثقه بالنسبه للعيب بالذات لهنا، يعني هو ممكن لما يجي هنا لازم الاعلام المصري يديه حقه شويه بحيث ان هو يبقى شكله كويس. صلاح جاب جون طبعا هايل، صلاح طول الماتش وحش، وهي دي ميزه صلاح على فكره. يعني صلاح ممكن تقعد تتفرج عليه كده تقول وحش، ايه الباصه دي مقطوعه، امبارح جايب جون صعب جدا 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 من بين رجلين الجون وماشي من الراجل، الراجل اتزحلق وخد منه الكره. فربنا يكرمهم الاثنين لان مشرفين جدا بالنسبه لمصر.